بعد تضييعه لفوز كان في المتناول أمام النجم الساحلي، يعود شباب الوزداد إلى ميدانه لمواجهة الترجي كثاني نادي تونسي يواجهه خلال أسبوع من دور مجموعات أبطال إفريقيا، مواجهة يعرف كل طرف فيها صاحبه، وهو ما يجعل المأمورية صعبة في الظفر بنقاط الانتصار وتصدر المجموعة. ولو أن الانتصار كان حليف أبناء العقيبة عند استقبالهما الفرق الإفريقية، غير أن هذه المباراة ستجرى بدون حضور الجماهير بعد رفض السلطات الجزائرية منح ترخيص للدخول لملعب الخامس جويلية. لا يوجد أي ضغط علينا إطلاقا، لقد شاهدتم في المباراة الماضية كيف لعبنا بطريقة جيدة وضغطنا على المنافس طيلة اللقاء، لهذا أظن أن الضغط سيكون بدرجة كبيرة على الترجي الفائز برباعية خلال المباراة الماضية، ويتحتم عليه الفوز علينا لضمان الصدارة، وفي حال تمكننا نحن من ذلك سنغير الأمور ونصبح نحن المتصدرين، وهذا ما نسعى إليه. وبالرغم من رحيل عدد من الأسماء التي أسهمت في بلوغ شباب الوزداد الدور الربع النهائي الموسم الماضي على غرار أمير سعيود والحارس جاي مرباح، إلى أن الفريق وبقيادة المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا عمد على الاعتماد على عدد من اللاعبين الحاليين مع تدعيم التشكيلة بأسماء جديدة أمثال لاعب نيس الفرنسي كريم عريبي ورغبة علي مهدي القادم من ليستر سيتي، إضافة إلى الحارس أحمد عبد القادر القادم من نادي ساندرلاند الإنجليزية. بداية يمكن أن نصف هذه المباراة بالثأرية لنا أمام الترجي الذي أقصانا في الموسم الماضي، نحن جاهزون ولن نضيع نقاط الفوز، حضرنا لهذه المواجهة كأي مباراة وبالشكل المطلوب والأمور تسير كما نريد. بذكريات خيبة الإقصاء من الدور الربع النهائي من مسابقة دور أبطال إفريقيا الموسم الماضي، يتجدد الموعد اليوم أمام شباب الوزداد والترجي التونسية، ويبدو أن أبناء العقيبة قد استفادوا كثيرا من الدرس وأصبحوا على دراية تامة بمنافسهم. حسين بصالح، بي إي سبورتس، الجزائر. بدوره يحل الترجي التونسي ضيفا ثقيلا على جاره شباب الوزداد بهدف العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية يحافظ بها على صدارة المجموعة. التفاصيل في تقرير مراسلنا نافع بن عاشور. من أجل تأكيد نواياه الأفريقية هذا الموسم والتي ترجمها بفوز كبير على جالاكسي البوتسواني في الجولة الأولى، ينزل الترجي التونسي ضيفا ثقيلا مساء السبت على جاره شباب الوزداد الجزائري. الترجي التونسي يظهر يعني بصورة مخالفة، ممكن تجلب الانتباه كما قلنا قبل، لكن هذا ما نقص يعني من المنافس اللي باش نلعبوا له، فريق بالوزداد، فريق يعني عنده الخبرة في دوري الأبطال، عنده يعني لاعبين ممتازين، وهو بده يعني حب يرد الاعتبار بالنسبة للفترة الأخرانية متاعه يعني في الدوري رابط الأبطال. مباراة تأكيد، أول مباراة نلعبوا خارج ميدان، أكيد باش تكون صعيبة وباش تكون عندها أهمية كبيرة لبقية مشوار المجموعة. إن شاء الله عاقدين العزم وحاضرين باش نروحوا بنتيجة إيجابية باش نواصلوا المشوار ونترشحوا إن شاء الله. الترجي الذي انقاد للخسارة بهدفين نظيفين في آخر تنقل للجزائر العام الماضي ضد نفس المنافس في الدوري ربع النهائي قبل التدارك في تونس والتأهل، سيعمل هذه المرة على العودة بنتيجة إيجابية تبقيه في صدارة المجموعة الثالثة، مع حرص المدرب راضي جعايدي على تحسين الأداء الدفاعي للفريق حتى في غياب المدافع الجزائري عبد القادر بدران. الدفاع يعني فريق كامل، فريق كامل يدافع، يعني عندنا الخطة التكتيكية متاعنا واستراتيجية متاعنا، يعني الترجي التونسي حسب رأيي أنا مازموش يدافع، ما ندافعوش برشا، يعني لازم ممكن نعطيه نوع ما من التركيز للدفاع وتقليل من قوة المنافس، لكن في المباراة هذه يعني لازم التأكيد حتى بالطريقة اللعب. في الديربي المغاربي بنكهته الإفريقية، شيخ الأندية التونسية الترجي سيعمل على استغلال انطلاقاته القوية في المجموعة الثالثة من أجل العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس.
تونس. الآن إلى سؤال اليوم وهو كالتالي: ما هو توقعك لنتيجة الديربي المغاربي في دوري أبطال أفريقيا؟ فوز شباب بلوزداد، فوز الترجي الرياضي، أم التعادل؟ على أي حال ننتظر تصويتكم على الحساب الرسمي لبين سبورتس الإخبارية في تويتر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم على صفحة التصويت.